هناك مخاوف من انهيار المنظومة الكهربائية في بعض محافظات العراق، هل هذه المخاوف حقيقية أم أنها يعني مبالغ فيها؟ لا لا، يعني لا يمكن، يعني انت منظومه وطنيه يصل انتاجها ل 26 يعني 24 الف ميجا وات اضافه الغاز، يعني اضافه الكهرباء المستورده من دول الجوار. لا لا يمكن ان تنهار بهذا الشكل. هاي قضايا فنيه يعني جيده ومحسوبه بدقه. يعني انت عندك عشرات الوحدات من شركه جي اي الامريكيه وسيمنز والشركات الصينيه، عندك محطه ضخمه بس ما هي استثماريه تصل الى، يعني هي الان تنتج تقريبا 3000 ميجا وات اذا ما توفر الغاز، وبامكانها تنتج 4000 حقول في البصره، يعني عفوا المحطات في البصره تنتج، بامكانها محطه الفاو المستقبل ممكن تصل ل 4000 ميجا وات. يعني لا بالعكس، المنظومه العراقيه رصينه، لكن ربما قد يلجأ بعض المحافظين بسبب الضغوطات الاجتماعيه واحتمال وجود تظاهرات الى مثلا ارتكاب اخطاء بان عزل المنظومه الوطنيه في محافظاتهم، وبالتالي ممكن تسقط المنظومه. لكن اعتقد رئيس الوزراء بالتنسيق بين مجالس المحافظات ووزير الكهرباء قادرين على حل حاله هذه المشكله اذا ما تجاوزنا هذه الازمه، يعني ازمه الحراره العاليه، واضافه اذا استطاع الجانب الايراني ارسال او ايصال كميات مناسبه اعتقد المنظومه ستستقر، ولكن ربما يكون هناك تجهيز الطاقه الكهربائيه ومستوى يعني غير متناسب، لكن العراقيين يتحملون هذا. تعرف احنا متعودين العراقيين نتحمل الى ان تعبر. اضافه لهذا سيدي الكريم، يعني في زمن حكومه السيد المالكي والعبادي لجأت الحكومه لحل مناسب، وهو تزويد محطة تزويد المولدات الأهلية بحصص من الغاز سواء أسعار تفضيلية أو ربما مجانا، وهاي يمشينا فترة من الشهر السابع حتى التاسع، يعني هاي فترة الذروة الصيفية في العراق. يفترض أن الحكومة تلجأ لهذا الأمر، ولذلك يعني يمكن الأخطاء الصحيحة هي ربما الضغط على أصحاب المولدات لا ياخذون اسعار عاليه على مستوى تجهيزهم، لكن بنفس الوقت هذا مردود سلبي، ربما هؤلاء لا يستطيعون تجهيز المحلات او المناطق وجود عملهم بها بكميات كافيه. يفترض هناك تنسيق ايضا في لاصحاب هؤلاء اصحاب المصلحه من المولدات مع الحكومه على الاقل تمشيتنا هذه الفتره، تعرف حتى لا نلوم الحكومه ونلوم الوزاره يقول لك احنا 7 أشهر واستلمنا ملفات عويصه وكذا كذا. يعني هناك حلول كثيره، لكن اذا لم توجد خطة استراتيجية يعني مثل ما وصفناها قصيرة المدى ومتوسط المدى طويلة المدى لن تحل مشكلة الطاقة الكهربائية.